أهلا بكم من جديد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، حي على الجهاد. هذا ما صدحت به مآذن قرية فلسطينية تقع في الشمال الغربي من مدينة نابلس بالضفة الغربية وتدعى برقة. القرية الفلسطينية المنتفضة التي تسطر كل معاني البطولة في مقاومة المغتصب لأرض فلسطين العربية الإسلامية والجاثم على صدور الفلسطينيين. مقاومة أهل برقة للهجمة الشرسة التي ينفذها المستوطنون بحماية جيش الاحتلال ما هي إلا دليل على أن الكف الفلسطيني ما زال يواجه مخرز المحتل الطامع في أرض امتلأ جوفها بجثث الشهداء ورويت بدمائهم الطاهرة الزكية. فهل تعبد قرية برقة بعنفوانها وردعها للمستوطنين طريق الانتفاضة الشعبية في الضفة الغربية؟ ما المطلوب فلسطينيا على المستويين الشعبي والرسمي لتعزيز صمود أهالي القرية؟ ولماذا يواصل المستوطنون هجماتهم المستعرة في القرية؟ هذه أسئلة أطرحها على الصحفي الفلسطيني خليل مبروك، وأيضا نتطرق إلى آخر المستجدات على الساحة الفلسطينية خلال هذا الحوار. أهلا بك أستاذ خليل. أهلا وسهلا أستاذ محمد. بداية أستاذ خليل، شوارع وميادين قرية برقة بدت وكأنها ساحة حرب. هل ما نشهده الآن في هذه القرية التي تقع في نابلس بالضفة الغربية هي بداية الثورة في الضفة؟ يعني قصة برقة تحديدا مع موضوع الاستيطان هي قصة معظم الريف الفلسطيني في الضفة الغربية. مستوطنة حومش أقيمت في العام 1978 على مساحة 1000 كيلومتر مربع أو 1000 دونم، بعد ذلك توسعت حتى 4000 دونم إلى أن أخلاها أرييل شارون في العام 2005 في خطة الانسحاب أحادي الجانب. هذه الخطة رغم أن المستوطنين انسحبوا من داخل هذه المستوطنة رسميا بقرار من الجيش الإسرائيلي ومن الحكومة الإسرائيلية في ذلك الوقت، وبالمناسبة هي كانت ضمن خطة إخلاء قطاع غزة في ذات الفترة تم إخلاء مستوطنة حومش. عاد الفلسطينيون لزراعة أراضيهم في هذه المساحة، لكن المستوطنين لم يتنازلوا عن محاولتهم البقاء في هذه المنطقة. استمر المستوطنون بالحضور إلى مكان هذه المستوطنة، وظل أهالي القرية، نتحدث عن برقة، يتصدون لهم بشكل مستمر. نعم. حتى وصل المستوطنون إلى حالة من شبه اليأس من إمكانية أن يعودوا إلى هذه المستوطنة. نعم. التي تم إخلاؤها. نعم. قبل أسبوعين تقريبا نعرف قصة العملية البطولية التي وقعت في محيط هذه المستوطنة. قتل مستوطن وهو أصلا مجند في الجيش الاحتلال، وأصيب ثلاثة آخرون، وحتى الآن ما زالت تداعيات العملية فيها بعض القضايا الملتبسة. لكن الذي جرى هذا الآن بعد هذه العملية والحراك الذي حصل في برقة هو ينقلنا إلى حالة الضفة الغربية بالعموم. برقة ليست جزيرة منعزلة في الضفة الغربية، نحن نشهد الآن مجموعة كبيرة من النقاط الملتهبة. هناك على بعد ليس بكبير من برقة هناك بيتا في الجنوب الشرقي من نابلس، وكلنا يعرف بقصة جبل صبيحة الذي يحاول الصهاينة منذ فترة طويلة السيطرة عليه، ولكن الفلسطينيين يمنعونهم من ذلك. أنا أعتقد أن لدى دولة الاحتلال بدأت تتبلور قناعة الآن بأن المجتمع الفلسطيني في الضفة الغربية استعاد زمام المبادرة وأصبح مصرا وعازما على منع نفاذ المشاريع الاستيطانية. لم يعد أحد ينتظر أن توقف هذه المشاريع لا بقرارات سيادية أو سياسية عربية ومن العالم الإسلامي أو من المجتمع الدولي، ولا حتى من خلال منظومة التفاوض التي أسستها السلطة الفلسطينية ومضت عليها منذ أكثر من 30 عاما. هذا ما تقرأه تل أبيب بقلق وبتوتر اليوم. هم يرون أن الضفة الغربية في العام 2021 لم تكن كما كانت قبل ذلك بعام واحد على الأقل. إذا عدنا إلى ما يجري في برقة، في بيتا، في مواقع مواجهات كسر الحصار، مواجهات الاستيطان، مواجهات الجدار، نعلين وبلعين وغيرها من هذه البؤر، نجد هناك أحداث ساخنة أصبحت شبه يومية. في الضفة الغربية عاد صوت الشهداء ليعلو في معظم الأيام. هناك شهداء في مدن الضفة الغربية المختلفة. الدعوة والهتاف للمقاومة حاضر في كل المحافل حتى من خصومها السياسيين. نعم. عندما يتحدثون الآن في تشييع شهيد لا تكاد تسمع إلا هتافات لمحمد ضيف وللمقاومة في غزة. الكل أصبح على قناعة أعلى بجدوى المقاومة وقدرتها على تحقيق حقوق الشعب الفلسطيني أكثر من الخيارات الأخرى. هذا ما يزعج
يزعج إسرائيل من جهة وما يزعج السلطة الفلسطينية من الجهة الأخرى، وبالتالي هم لا ينظرون جميعا إلى برقة كحالة ميدانية يمكن أن تستمر إلى فترة معينة ثم تخبو ويمكن أن يحقق لأهلها بعض المطالب أو بعض الاحتياجات وبالتالي يتم إبعادهم عن المسار النضالي. لا، هم الجميع ينظر الآن إلى أن كل بؤرة اشتعال تحدث في الضفة الغربية تشكل لبنة في الجدار الذي يمكن أن يعيد للمقاومة أريقها وألقها في الضفة الغربية. طيب، قبل أن نتعمق في الأحداث والمواجهات في قرية برقة، أستاذ خليل، ذكرت الحراك في جبل صبيح وأيضا مواجهات برقة، ما الشبه بين هذا الحراك وذاك من ناحية ردع المستوطنين ومواجهتهم وصمود الأهالي رغم قلة الإمكانيات؟ يعني شوف، أنا أعتقد مسيرة يوم الخميس الماضي التي حاول المستوطنون تنظيمها في حومش كانت أكبر رسالة بأن ما يريده الفلسطيني هو الذي يجري على هذه الأرض وليس ما يريده المحتل. هم جمعوا بعشرات الآلاف وربما بأكثر من ذلك بكثير وحاولوا إقامة أو تدشين مدرسة دينية في قلب المستوطنة السابقة القديمة ردا على مقتل هذا المستوطن، لكن الذي جرى أن الفلسطينيين منعوا إقامة هذه المسيرة بالطريقة أو بالكيفية التي كان من المخطط أن تجري فيها. الآن لم يعد المستوطنون يتعاملون مع الريف الفلسطيني في الضفة على أنه أرض مستباحة هم يمارسون فيها ما يريدون، قد يقتلوا من الفلسطينيين، قد يحرقوهم مثلما أحرقوا عائلة دوابشي في دوما وهي ليست بعيدة عن بيته، أو كما أحرقوا الطفل محمد أبو خطير في فجر الجمعة في مدينة القدس، قد يفعلوا هذا، لكن هم الآن لا يجدون في الضفة الغربية مناخا يساعدهم على تنفيذ ما يريدون دون حساب ودون مقاومة ودون حالة استعصاء. الذي يجري في الضفة الآن هو استعصاء جديد من قبل الشعب الفلسطيني يذكر الجميع بالانتفاضة الفلسطينية الكبيرة، انتفاضة الحجارة في العام 1987. كان الفلسطينيون عزلا، لم يكن لديهم سلاح، لم يكن هناك سلطة فلسطينية، لم يكن هناك أجهزة فلسطينية، كان الاحتلال يعيش داخل المدن هو ومستوطنيه تماما كما هو الحال اليوم، ومع ذلك وقف الفلسطيني بالحجر وأوقف مسار المشروع الصهيوني داخل الضفة الغربية. أنا أعتقد أن ما يجري في الضفة الغربية اليوم هو مشابه تماما لما جرى في العام 1987 من ناحية هذه الانتفاضة أو من ناحية هذه الهبة، مع فارق هو نموذج انتفاضة الأقصى في العام 2000 كانت انتفاضة مسلحة، انتفاضة عنيفة أوقعت خسائر كبيرة. الإسرائيلي يقرأ الآن هذه المحاولة أنه إذا تطورت الأحداث في برقة في بيتا في كافة هذه المناطق يمكن أن نعود إلى ما يشبه انتفاضة الأقصى المبارك. هل تتحول الأحداث في برقة إلى فعاليات أسبوعية مثل ما حصل على جبل صبيح في بيتا؟ يعني أنا أعتقد كونها الأحداث في برقة جاءت كردة فعل لعدوان المستوطنين، أنا أعتقد أن الأمر الآن منوط بالمدى الذي ستصل إليه هذه الاعتداءات، بمعنى ولكنهم لم يتنازلوا المستوطنين؟ نعم، حتى الآن لا، لكن أنا بتقديري نعم سيتراجعوا خطوات إلى الخلف وليس خطوة واحدة لاعتبارات كثيرة. الاحتلال ربما يعبر عن خشيته المتصاعدة من انتقال حالة التصعيد الميداني في الضفة الغربية إلى منطقة نابلس تحديدا وشمال الضفة الغربية. هذه المنطقة جغرافيا يعني إذا حللنا الحالة السابقة في الضفة الغربية هي من أقل المناطق التي يوجد فيها احتكاك سواء بين قطعان المستوطنين أو الحواجز العسكرية الإسرائيلية مع الفلسطينيين، بعكس وسط وجنوب الضفة الغربية الاحتكاك أقرب، التماس مباشر هناك، وهذه القرى تعتبر مهمشة ومنعزلة. هذه مهمشة ومنعزلة، عندما تم تفكيك هذه المستوطنة حومش وهي مركز استيطاني ثقيل، عندما تم تفكيكها بطريقة ما أصبحت هذه المنطقة بعيدة عن الاحتكاك بالمستوطنين، بالتالي إعادة جذوة الاحتكاك إلى هذه المنطقة المعروفة تاريخيا ببسالة المقاومة وشراسة المقاومة فيها، أعتقد أن هذا في الحسابات الاستراتيجية الصهيونية غير حاضر، سوف يعملون على كبح المستوطنين وإعادتهم إلى الخلف. يعني هذا الأمر يدخل في حسابات الـ يعني الخبراء والمحللين العسكري والأمني. شوف، إذا بتتابع الإعلام الصهيوني في هذه الفترة هم يتحدثون بكثرة أو بشدة عن ضرورة أن يكون هناك تعقل أمني استراتيجي في التعامل مع الأحداث في الضفة الغربية، بمعنى أن لا يترك الأمور تتدحرج إلى حالة الاشتعال أو إلى حالة الانفجار، خصوصا يعني هو في المجمل في كل الضفة الغربية، لكن منطقة الشمال في انتفاضة الأقصى ومنطقة نابلس تحديدا كان الأداء النضالي الفلسطيني فيها عاليا جدا، وبالتالي هم ربما يحذرون من أن تعود الأمور إلى الانزلاق في هذه المنطقة تحديدا. نتحدث عن كتلة جغرافية كبيرة في منطقة في الفترة في العام 2000 كانت نابلس هي أكبر منطقة ألف بيد السلطة من حيث المساحة، نتحدث
عن عمق سكاني كبير جدا بما فيه الريف والمدينة ومخيمات أيضا مخيمات كبيرة ومعروفة، يعني إذا تتحدث عن مخيم بلاطة أو عسكر أو عين بيت الماء أنت تتحدث عن قلاع للثورة الفلسطينية في مناطق الضفة الغربية. بالتالي هم لا يريدون بما بين قوسين نبش عش الدبابير القائم هنا، وهذا يتطلب منهم إعادة المستوطنين قليلا إلى الخلف إلى الحد الذي يسمح بهدوء الحالة في الضفة الغربية حاليا. هذا ما يفكر به الأجهزة الأمنية والعسكرية في دولة الاحتلال، ولكن بالنسبة للمستوطنين الهجمات يعني وتيرتها تزداد. نعم. وبالتالي هنا السؤال، لماذا برقة بالتحديد من قبل المستوطنين؟ لماذا يتم استهداف برقة؟ نعم، هي برقة هي المكان الذي تم منه إخلاء المستوطنة التي تحدثنا عنها، مستوطنة حومش. نعم، إخلاء هذه المستوطنة بالنسبة للمستوطنين كان ضربة كبيرة. أغلب المستوطنين عارضوا خطة الانسحاب سواء خاصة في الضفة الغربية، ربما في قطاع غزة كان هناك أمر متفهم، الحالة الأمنية شديدة الحساسية مع بعض الانزعاجات. نعم، ولكن لا يوجد مستوطن يسلم بسهولة أمر خروجه من داخل المستوطنة. كلنا نتذكر المقولة الشهيرة لقادة الاحتلال أن تل أبيب مثل أن مستوطنة مثلا أي مستوطنة في الضفة الغربية هي مثل تل أبيب. نعم. بالقيمة. بالتالي هم ينظرون إلى الانسحاب من أي أرض فلسطينية، تفكيك أي مستوطنة، خسارة على المدى الاستراتيجي، خاصة إذا علمنا أن المستوطنين في الضفة الغربية هم بالأساس أصحاب فكر استيطاني عقائدي، بمعنى هو لم يأتي إلى هذه التلال كما هو الحال في كثير من المناطق بهدف البحث عن مكان مريح للسكن، لا، هو جاء لأنه يريد أن يكون حجر عثرة أمام المشروع الفلسطيني ويريد أن يكون عقبة في طريق مستقبل الفلسطينيين وأمام تقدمهم. بالتالي خروجه من هذا المكان هو بالنسبة له أمر غير مقبول بالنسبة إلى المستوطن، وهذا ما يجعل إذا تابعنا أغلب العمليات أو أغلب قتل العمليات من المستوطنين تجد أنهم من القطاعات المتدينة الأكثر تطرفا. هؤلاء فعلا هم الذين يسكنون الضفة الغربية، وهؤلاء هم الذين ينتشرون فيها، وهؤلاء هم الذين يحملون فكر أن الانسحاب من أي مستوطنة من داخل الضفة الغربية هو بداية أول مسمار في نعش دولة الاحتلال. وبالتالي نعم، لن يستجيبوا بسهولة مع دولة الاحتلال، لكن في الآخر الكل مجند تحت القرار السياسي في تل أبيب. تحدثت بشكل عام عن المستوطنات وكيف يتعاملون معها، ولكن إذا ما تحدثنا عن مستوطنة حومش، ماذا يعني إعادة إحياء هذه البؤرة بالنسبة للمستوطنين؟ عودة إلى ما كانوا عليه، هذه نقطة مهمة جدا. هم إذا كانوا يعتبرون الخروج من حومش في 2005 كان هزيمة وكان انتكاسة لهم، بالتالي فإن استعادتهم هي يعني رومنتادا على الفلسطينيين هم عملوا في هذه الرجعة إذا تمكنوا من إقامة المستوطنة. لكن أنا بحكي لك المكان الذي تقع فيه هذه المستوطنة بين القرى المحيطة فيها وطبيعة هذه القرى، نتحدث عن مثلث ما بين منطقة نابلس وجنين وإلى حد ما طول كرم في الجنوب الغربي، هذا مثلث ملتهب لم يستطع الاحتلال الاستقرار فيه تاريخيا، هو موقع للعمليات الفلسطينية، منه خرج عشرات الشهداء. عندما نتحدث عن بورقة خلال العشرة أيام الماضية قدمت حتى الآن أكثر من 200 أو ربما أكثر من الجرحى الذين سقطوا. نعم. بعضهم تم استقصاء حوالي 250 إصابة، نتحدث عن أعداد كبيرة من الناس. في اليوم الأول الذي حاول المستوطنون اقتحام برقة لم تقف برقة وحدها، خرجت القرى المجاورة لها، جبع وبيت مرين وعصير الشمالية وحتى وصبصتي، هذا الخط بالكامل كله هو خط ملتهب. وبالتالي أنا بتقديري لن يستطيع المستوطنون أن يعودوا إلى هذا المكان عنوة إلا إذا توفرت لهم حماية عسكرية وقرار سياسي إسرائيلي يريد أن يجازف ويريد أن يعيد المنطقة إلى حالة اشتباك ساخن في الضفة الغربية، وباعتقادي صانع القرار في تل أبيب لا يرغب بذلك الآن. وبحسب ما شاهدناه أهالي القرية رافضين رفض قاطع لعودة المستوطنين. نعم، يدركون خطورة هذه العودة للمستوطنين، ما تداعيات إعادة إحياء هذه البؤرة؟ يعني إعادة شبك النظام الاستيطان داخل الضفة الغربية، الضفة الغربية الآن عبارة عن كنتونات ممزقة بطبيعة الحال، ربما لا يزيد فيها إقامة مستوطنة ولا ينتقص منها إزالة مستوطنة الآن، نحن نتحدث عن جدار استيطاني يعني يمتد بكامل طول الضفة الغربية وعرضها، لكن القيمة المعنوية كبيرة لوجود هذه المستوطنة أو إزالتها. اثنين، كما تحدثنا سابقا هذه المستوطنة تقع بين ثلاث محافظات فلسطينية، بالتالي وجودها بمساحة 4000 دونهم هذا يعني بعثرة للبعد الجغرافي أو للعمق الجغرافي القائم في هذه المنطقة،
خلال الفترة التي كانت في هذه المستوطنة حاضرة كان سكان جميع هذه القرى يعانون الأمرين، ليس فقط من ممارسات المستوطنين ولكن حتى من إجراءات دولة الاحتلال بهدف حماية هذه المستوطنة. على مدخل كل قرية من القرى القريبة منها كان لابد أن يكون هناك حواجز ترابية وإسمنتية وحواجز عسكرية وجنود وأعمال تفتيش، بالتالي حياة المواطنين ستتحول إلى جحيم بالكامل إذا عادت هذه المستوطنة. والفلسطينيون في تلك المنطقة يدركون ذلك، هم ليسوا بالزمن البعيد عن الوقت الذي كان فيه المستوطنون حاضرون هناك، وبالتالي يدركون قيمة تنفس هواء الحرية بدون أن تلوثوا هذه المستوطنة وجودها. وأيضا المحكمة العليا الإسرائيلية قبل ذلك انتزع الأهالي أهل القرية منها قرارا مهما صحيح باستعادة الأراضي. ما هو هذا القرار؟ وكيف أصبح حبرا على ورق ولم ينفذ على أرض الواقع؟ يعني هو إذا بدنا نعود لموضوع القوانين، سواء القوانين الإسرائيلية أو حتى القوانين الدولية، كلها تتعامل مع عملية الاستيطان في الضفة الغربية على أنها عملية غير شرعية، بما فيها طبعا هذا القرار والذي أعيدت الأرض فيه لأصحابها بحكم أنه لم يستطع المستوطنون إثبات ملكيتهم لها أو أحقيتهم فيها. وهذا الذي سمح للأهالي بالعودة إلى الأرض عند تفكيك المستوطنة في اليوم التالي، بدأوا باستثمارها وباستعادتها، وكلهم يعرف المكان الذي هو الذي ينتمي له والذي يعمل به. لكن أعتقد أن المستوطنين عندما يتعاملون مع هذه الحالة لا يتعاملون تحت غطاء القانون، لا القانون الدولي ولا القانون الإسرائيلي ولا غيره من القوانين، هم يتعاملون بمنطق العربدة ومحاولة فرض الأمر بالقوة، والذي يمكن أن يجبرهم على الانصياع والعودة إلى الخلف هو القوة مرة أخرى من قبل الفلسطينيين. طب أستاذ خليل، ما المطلوب فلسطينيا بداية على المستوى الشعبي ومن ثم أيضا على المستوى الرسمي؟ يعني أعتقد المستوى الشعبي هو أكثر من يعرف ما هو المطلوب منه الآن هم الفلسطينيون، وهذا يفسر حالة النهضة الكبيرة التي نشهدها اليوم في كل مواقع الضفة الغربية. الحالة الجماهيرية في أوجها الآن في الضفة الغربية، سواء كانت في تبني أي حراك وطني مساند لقضايا الشعب الفلسطيني في موضوع الأسرى، في الدفاع عن مكونات الشعب الفلسطيني على قلب رجل واحد، أليس كذلك؟ بعيدا عن حالة المناكفة السياسية وما تفرضه من بعض المقتضيات هنا وهناك، نعم القناعة في الضفة الغربية الآن الجميع على قلب رجل واحد، وهو أن المقاومة هي الجدوى الوحيدة الحاضرة. هذا له شواهد في قرية برقة خلال الأحداث على هذا. صحيح، الشواهد فيها كثيرة. قبل ربما أقل من 3 أسابيع كان هناك شهيد في نابلس، وكانت هناك مسيرة لحركة فتح تنعى هذا الشهيد وتهتف لمحمد الضيف في غزة قائد كتائب القسام. نحن نتحدث عن مزاج فلسطيني عام الآن، لا نتحدث عن قطاعات سياسية بحد ذاتها. هذا المزاج كله الآن يؤمن أو بات على قناعة بأن ما يمكن أن يحقق للفلسطيني تطلعاته ويرد له حقوقه فقط هو المقاومة بأي شكل من أشكالها. هذا موضوع آخر مرتبط بالقدرات، مرتبط بالإمكانيات، ليس بالضرورة أن يكون النموذج في غزة هو النموذج الناجح في مستوى السياسة الإسرائيلي. كيف ينظر إلى هذا الأمر، التجانس بين الفلسطينيين ويعني الشاهد الذي ذكرته ب هتاف أبناء فتح لمحمد ضيف خلال تشيع شهيد؟ أنا بحكي لك الإسرائيليين منتبهين لهذا الأمر أكثر من الفلسطينيين أنفسهم. ربما أكثر الجهات التي لفتت النظر لهذه القضية هو الإعلام العبري، هو لا ينفك عن الحديث عن ما يجري في الضفة الغربية ويحذر باستمرار من أن هذه الظواهر وتوحد الناس خلف موضوع المقاومة وهتافهم لمحمد ضيف وهتافهم لغزة، ربما خاصة بعد معركة سيف القدس. الاحتلال الإسرائيلي الآن يتحدث عن أن الفلسطينيين أصبحوا في الضفة الغربية يشعرون أن لهم ظهرا قويا يستطيع أن يدافع عنهم، خاصة الرمزية التي وقعت فيها حرب أو معركة سيف القدس، قضية تهديد دولة الاحتلال بعدم إتمام المسيرة إلى المسجد الأقصى، إذا أتممتم المسيرة سوف تقع الحرب، وفعلا وقعت الحرب وفي النهاية انتهت الحرب دون أن تحدث المسيرة في حينه. بالتالي أصبح الفلسطيني الآن يدرك أن هناك جهة يستطيع أن يتكئ عليها وأن يعتمد عليها، والإسرائيليون متنبهون لهذا بشكل كبير جدا، ولهذا يخشون من أن تنزلق الأوضاع في الضفة الغربية إلى أبعد بكثير مما كانت عليه في الفترة الماضية. هم يقرؤون بالمناسبة المؤشرات، يقدمون ما بين 2020 و2019 و2021 الأرقام،
يقدم عدد المرات التي وقعت فيها اشتباكات مسلحة، عدد الزجاجات الحارقة التي ألقيت هنا أو العبوات الناسفة هناك، كل هذه المعطيات يقدمون إشارة إلى لا نتحدث عن أعداد مقارنات عادية وإنما تضاعف بعدد من المرات في كل حالة من هذه الحالات، وهذا مؤشر يقرؤونه بخطورة عالية جدا. وأيضا على المستوى الشعبي كان هناك حملة إلكترونية دشنها نشطاء وكان الوسم أنقذوا برقة. نعم، كيف كان التفاعل على هذا الوسم؟ طبعا التفاعل كبير، لكن الذي يجري في هذا النوع من الحملات أن الحالة الشعبية تكون تتطلب أن تتمثل في رمزية ما. هنا كانت برقة حملت هذه الرمزية، ربما برقة هي قرية صغيرة بسيطة وادعة بعيدة عن الحدث. إذا تحدثنا عن انتفاضة الأقصى على سبيل المثال، ربما سقط من هذه القرية 6 شهداء، هذا العدد على أهميته ولكنه عدد قليل مقارنة بقرى أخرى ربما قصيرة قريبة منها مثل عصير الشمالية أو تل في الاتجاه الآخر من مدينة نابلس. لكن هذه القرية بالحدث الذي حصل في الأيام الأخيرة حملت رمزية عالية جدا كبيرة جدا، أصبح الناس يحملون برقة كرمز على رغبتهم برؤية صمود على الأرض، برؤية ثبات في وجه المستوطنين، برؤية قدرة على عرقلة المشروع الاستيطاني في الضفة ولو بالأيدي الفارغة. هنا استحضرت برقة وحضرت هذه الرموز كي تعبر عن حالة المقاومة السائدة فيها اليوم. يعني تحدثت عن المستوى الشعبي ولكنك ربما نسيت المستوى الرسمي أستاذ خليل، السلطة الفلسطينية. كان هناك مطالبات حتى من أهالي برقة يتحدثون عن 90,000 عسكري يتقاضون رواتبهم من السلطة الفلسطينية، أين هم؟ لا يعني كان هناك ربما على المستوى السياسي تضامن تفاعل دعوة للنفير العام، ولكن على أرض الواقع لم يروا شيء أهل القرية. يعني ولن يروا شيء لأنه هذه الأجهزة لم توجد بهدف أن تنخرط في هكذا نوع من أنواع الفعاليات. هؤلاء موجودون لملاحقة راية ترفع هنا، لمنع أسير من الاحتفال بيوم إطلاق سراحه. وفي الفترة الأخيرة شهدنا كثير من الأحداث المؤسفة التي استخدم فيها العنف بأقصى درجاته لمنع بعض الأهالي من الاحتفال بأبنائهم الأسرى عند إطلاق سراحه. نعم، بالتالي هذه الأجهزة تنخرط بشكل كبير جدا في العمل الداخلي، العمل باتجاه المجتمع الفلسطيني بحد ذاته. لكن ليس بعيد عنا أن قوات الاحتلال كانت عندما تقتحم المدن كانت تدخل إلى المناطق القريبة جدا من أماكن تواجد هذه القوات ولا يطلق عليها رصاصة واحدة مع الأسف. بالتالي أنا أعتقد أن الفلسطينيين تجاوزوا مرحلة العتب على هذه الأجهزة، لم يعودوا يعتقدوا أنه يمكن أن يحصلوا منها على شيء، بعكس ما كان عليه الحال في السنوات السابقة مع الأسف. في انتفاضة الأقصى هذه الأجهزة تحركت في البداية، سقط منها عدد كبير من الشهداء، بعض الحواجز لديهم تصدت تصدي حقيقي لمحاولات اقتحامها من قبل جيش الاحتلال، بعضهم كان جزءا أساسيا في عملية المقاومة الفلسطينية. هذا الحال مع الأسف حتى الآن غير موجود، وإن كان الأمر لا يخلو من بعض الحالات الفردية التي قد تسجل هنا أو هناك. إذا ما تصاعدت الأوضاع، هل تتوقع تدخل من المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة؟ يعني أعتقد أن الأمر سيكون رهين بقضيتين ثنتين تدخل. الموضوع الأول ازدياد الضغط على العنصر البشري في الضفة الغربية، بمعنى سقوط شهداء بأعداد كبيرة، وبالتالي الحاجة لبث الروح المعنوية الحقيقية والحفاظ على النهضة التي يمكن أن نسميها في الشعور الوطني القائم الآن. إذا حصل هذا أعتقد يمكن أن تتدخل المقاومة بمقدار محسوب، هذا في جانب. في جانب آخر يمكن أن تتدخل المقاومة إذا امتدت هذه الانتهاكات بشكل أكبر إلى قضايا أكثر قدسية في الحياة الفلسطينية، في المسجد الأقصى المبارك، في مدينة القدس، حياة الناس هناك. موضوع الأسيرات بالمناسبة وهو موضوع ملتهب، وفي الفترة الأخيرة ربما شهدنا بعض التلميحات إلى أن الفلسطينيين ربما يتحملوا أي شيء، لكن هذا موضوع حساس كثيرا لديهم ولا يمكن الصمت عليه. أعتقد هذه حالات قد تفجر التحرك المقاومة الفلسطينية لكني في قطاع غزة، لكني في ذات الوقت يعني أرى الآن أنه المقاومة تتعامل مع الحالة في الضفة الغربية من خلال عملية المناورات المشتركة التي أعلنتها بشكل مفاجئ بما ينسجم مع حالة ماذا لمت التوقيت؟ نعم، أنا أعتقد أن الرسالة واضحة بأن المقاومة في غزة هي ظهر لحالة الصمود في الضفة الغربية وفي كل مكان يتواجد فيها الفلسطيني. هي رسالة أخرى بأن الفلسطينيين عندما يحملون البندقية يتوحدون كما توحدوا في غرفة العمليات المشتركة في قطاع غزة. والنقطة الثالثة أيضا هي مرتبطة بمحاولة الاحتلال الاستمرار أو
التمادي في جرائمه بحق الشعب الفلسطيني بعد مداهمة قسم الأسيرات، الاعتداء على بعض الأسرى في السجون، ما يجري في برقة، محاولة العودة إلى مستوطنة حومش قد يتساهل الاحتلال بها. نعتقد أن المقاومة أرادت إرسال رسائل قوية بأننا حاضرون هنا وقد تجدون في اللحظة المقبلة داخل المعركة إذا تطلب الأمر. هذه المناورات التي تجريها المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، هل ينظر إليها بعين الخطورة الاحتلال الإسرائيلي، المستوى الأمني والعسكري في الاحتلال في دولة الاحتلال؟ يعني الاحتلال لم يتوقف للحظة عن رصد وتتبع التطور إمكانيات المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة. هذا الموضوع لا يعنى فقط بالتسليح، وإنما بالقدرة على التنسيق والقدرات العملياتية لدى الأفراد الذين ينشطون في الميدان. ما يقلق إسرائيل الآن أكثر من أي شيء آخر في قطاع غزة أن المقاومة هناك أصبحت تشبه الجيش شبه النظامي بالحد الأدنى. نحن نتحدث عن أعداد غير معروفة من المقاتلين، ولكنها أعداد كبيرة، أسلحة وترسانة تظهر المقاومة منها ما شاءت في الوقت الذي تريد، وتخفي ما تريد كي تستخدمه لعنصر المفاجأة، وحققت ذلك في معركة سيف القدس. للأمانة كانت هي معركة مفاجآت من البداية حتى النهاية، وبالتالي الإسرائيليون باتوا يحسبون حسابا بأن ما يرونه على الأرض فوق المقاومة هو ما تريد أن تضعه على الأرض وليس ما بجعبتها بشكل حقيقي، وبالتالي الحسابات الإسرائيلية قائمة، والإسرائيليون يدركون أكثر من غيرهم أن المقاومة في غزة تصوب أعينها تماما على ما يجري في الضفة الغربية وهي قادرة على التدخل. لذلك هم يعملون على مساحة حرجة جدا تحافظ على سيطرة وبطش شديد داخل الضفة الغربية، وفي ذات الوقت لا تدفع الأمر إلى مواجهة مع قطاع غزة، لأن المواجهة حاليا مع غزة هي عملية. ولكن مع قطاع غزة هناك مشكلة أخرى بالنسبة للاحتلال، أنه مطالب بتقديم تسهيلات لقطاع غزة. نعم. في ظل اشتداد الحصار وتحذيرات المقاومة الفلسطينية من هذا الحصار وتداعياته التي ربما ستأخذ الأوضاع إلى تصعيد جديد. نعم، هي هذه المعادلة التي أقول أنها مساحة حرجة الاحتلال يتعامل معها. هو في النقطة الأولى يتبنى مبدأ لا تجوع الأسود ولا تشبعوها. نعم. هذا المبدأ الذي يتعامل معه بشكل أساسي مع قطاع غزة، وبالتالي هو يريد أن يصل إلى حالة عزل ما بين غزة وما بين الضفة الغربية في التعامل مع الحالتين، بمعنى يريد أن يستفرد بشكل كامل في الضفة الغربية وينفذ عن جهية، باعتبار أنه هناك لا يوجد مقاومة بالمفهوم الصلب، المفهوم العسكري الذي يرضع ويجبر على الوقوف عند حده، لكن المقاومة الشعبية الآن هي في حال التصلب وفي حال التماسك، قد تستطيع الوقوف في مواجهته. هذه الحالة يريد أن يتعامل معها بمعزل عن حالة قطاع غزة التي تحدثنا عنها سابقا، وبالتالي حضور هذه المناورات في هذا الوقت ضمن رسالة واضحة بأن هذه المناورات تحمل النظر إلى ما يجري في الضفة الغربية، نعتقد أنه سيكون له انعكاسات على الخطط العملياتية لدولة الاحتلال في التعامل مع الحالتين. طيب دعنا ننهي بسؤال الحلقة، قرية برقة وما يحدث بها هل تعبد طريق الانتفاضة الشعبية بالضفة الغربية؟ ربما ترمز أكثر من أنها تعبد، فعلا الضفة الغربية تعيش الآن أحداث أكثر سخونة مما كنا نسميه انتفاضة القدس قبل 4 أو 5 أعوام، وبالتالي إلى أي حد يمكن أن تستمر هذه الحالة؟ أنا بتقديري ستستمر إلى بضعة أشهر إذا لم تنفجر أصلا بشكل كبير جدا، لكن واقع الحال في الضفة يقول أننا أمام خيارات متدحرجة بشكل مستمر. برقة إذا لم تكن هي التي ستعبد الطريق فهي حلقة في هذا المسلسل، ربما لا يكون متصلا بشكل دائم، لكن يعني إذا عدنا إلى الخلف 2 على الأقل، خلال هذين العامين لا يكاد يمر شهر واحد دون أن تكون أمامنا برقة قائمة في الضفة الغربية، وخصوصا أن هناك فعاليات كثيرة تخرج من الضفة الغربية تضامنا مع الأسرى الفلسطينيين. نعم. وخصوصا اليوم ما رأيناه مع هشام أبو هواش. أبو هواش هو عبارة عن برقة، الشهداء الأسرى 5 الذين كانوا في إضراب عن الطعام قبله هم عبارة عن برقة، الشهيد أبو شخيدم رحمه الله في مدينة القدس هو برقة بحد ذاتها، العملية التي نفذها كانت ذات معنى وقيمة ودلالة معنوية في الحالة المقاومة الفلسطينية، دلالة عالية جدا. عملية حومش قبل بدء تسلسل الأحداث الآن هي أيضا برقة جديدة، بالتالي إذا أردنا أن نرمز برقة كحالة أو كمحطة في مسارات تصاعد العمل الثوري أو المقاومة الفلسطيني في الضفة الغربية، فنعم الأمور مرشحة للانفجار أكثر، لأنه لا يوجد الآن محطات هدوء تستمر عدة أسابيع داخل الضفة الغربية، الأوضاع متدحرجة بشكل مستمر. شكرا لك الصحفي الفلسطيني الأستاذ خليل مبروك على كل هذه التفاصيل، والشكر موصول إليكم أيضا مشاهدينا الكرام، دمتم في أمان الله وحفظه.